وللمزيد عن فعاليات وختام أسبوع المياه ينضم إلينا على الهواء مباشرة أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أرحب بك أحمد، ودعنا في صورة ختام أسبوع القاهرة للمياه والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالفعل نحن في هذه الجلسة الختامية، وبعد قليل تنتهي وتختتم فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه في هذه الدورة الاستثنائية التي شهدت زخما كبيرا من الجلسات العلمية حول تنمية الابتكارات فيما يخص مجالات المياه. نحن نتحدث عن هذه الفعاليات التي أقيمت تحت عنوان المياه والمناخ بناء مجتمعات مرنة التي انطلقت في 13 من أكتوبر الماضي وتختتم اليوم. هناك عدد من الموضوعات الرئيسية التي يتم مناقشتها أو تم مناقشتها بالفعل خلال الأيام الماضية. أشير سريعا إلى هذه النقاط، ومن بينها حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، هذا بالإضافة إلى الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، وأيضا العمل على تكيف المياه والمناخ مع بناء مجتمعات ذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات. بعد قليل تختتم هذه الفعاليات، وأيضا بصدد انتظار إعلان التوصيات التي من المقرر أن يتم إنشاء لجان فنية لمتابعتها بالتعاون مع الدول الإفريقية والشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية في مجالات المياه للاستفادة من هذه الخبرات وهذه الأبحاث. نتحدث عن أكثر من 140 من الأبحاث والأبحاث المطولة التي عرضت خلال الجلسات العلمية، وأيضا كان هناك معرض تم فيه تبادل الخبرات ما بين كافة الدول الإفريقية والأجنبية المشاركة في هذه الفعاليات. نتابع معكم فعاليات هذا الختام والتوصيات التي سوف تصدر بعد قليل أو لحظات قليلة إليكم زملائي في الاستوديو. أشكرك أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري.